النجمة سميرة عبد العزيز واحدة من النجمات الكبار اللي أمتعونا وأسعدونا، وده من خلال مشوارها الفني الطويل، خاصة أنها تميزت بأدوار الأم. وخلال الأيام اللي فاتت كرمت جريدة اليوم السابع النجمة سميرة عبد العزيز عن مشوارها الفني. تعالوا نشوف حصل إيه. طول عمري خطر أخلف ولد وسميه أمين على اسم سيدنا النبي. زهرة ماتت، كان قلبي حاسس وانا رايحة لها. من ضمن سلسلة الندوات التكريمية اللي بينظمها باستمرار اليوم السابع لكبار النجوم والفنانين، أقاموا ندوة تكريمية للفنانة الكبيرة والقديرة سميرة عبد العزيز. أنا ناوية إن شاء الله أطالب بإن الدولة ترجع تنتج تاني، ادعم الفن الجيد زي ما بتدعم رغيف العيش. رغيف العيش بيشبع البطن، لكن الفن الجيد بيبني الإنسان الصح. تسافروا مصر، اسكندرية، المنصورة، تلاقوا رجلي سابقة خطويك. كاميرا اللايت شو حضرت فعالية الندوة والتقت بيها على هامش الندوة. عايزة أقول لكل أم كل سنة وهي طيبة، ده عيد الأم، وربنا يفرح كل أم بأولادها ويسعدها، وأولادها يكونوا بارين بيها نتيجة لجهدها في تربيتهم. كل سنة وكل أم طيبة.